لو الحكاية فيها إن فيديو. تفضل يا فندم. تفضل. السيدة شيماء مناضلة مصرية عظيمة شابة متميزة وكانت شديدة ودائما تدافع عن حق مصر تدافع عن حق الثورة العاملين وتم قتلها عمدا تقدير أن الشرطة هي التي قامت بذلك لأن الشارع ما كانش فيه حد تاني غير الشرطة. النهاردة الرئيس اجتماع مع الأحزاب ومع الشرطة والجيش طلب من وزير الداخلية دعاها في الميكروفون إنه هيجيب القتل الحقيقي ويقدمه للمحاكم. نرجو أن يكون ذلك يتعامل بطريقة شفافة زي ما قال عشان النفوس بتاعت الناس دي كلها تهدى والحق يأخذ مسؤولية.